أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريبتيريك برفض الولايات المتحدة ما وصفه بأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها الصين على دول جنوب العالم. جاء ذلك خلال ندوة ناقش خلالها خبراء ومسؤولون أمريكيون في واشنطن ناقشوا مستقبل الانتشار والتوسع الصيني في دول جنوب الكرة الأرضية. على مدى يومين ناقش خبراء ومسؤولون أمريكيون تبعات استمرار تنامي النفوذ الصيني في دول جنوب الكوكب إجمالا وخصوصا في النواحي الاقتصادية والتنموية. ويعتقد الخبراء الأمريكيون أن تراجع أداء الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة وكذلك تصاعد التنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الخلل البنيوي في النظام الصيني كدولة ديكتاتورية هي عوامل قد ترهن طموحات وأهداف دول الجنوب. الصين نفسها استفادت من الاستقرار والفرص التي منحها إياها النظام الدولي، ولكن للأسف الصين تعود وتستهدف هذا النظام بدلا عن دعمه. الصين تزعزع الاستقرار الدولي جنوب بحر الصين وتهدد التجارة والملاحة الدولية وتصدر عقوبات اقتصادية على كل دولة لا تسير وفق هواها. وبحسب المشاركين في هذا المؤتمر الذي استضافه المجلس الأطلسي فإن الصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي لاعب مهم على الساحة الدولية، ولكنها في ذات الوقت منافس قوي أقوى حتى من روسيا بالنظر إلى الكثير من المعطيات الجيوسياسية والديمغرافية والاقتصادية التي تتمتع بها، وهي أيضا دولة شمولية النظام وتشكل بذلك تهديدا لشعوب كثيرة في محيطها الجغرافي وحتى أبعد من ذلك، وتنتهج أساليب الابتزاز الاقتصادي تحت غطاء تقديم بديل مختلف للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة. إلى جانب استغلال الصين لعلاقاتها مع دول الجنوب للحصول على الحماية من المتابعات والانتقاد، الصين تستخدم أيضا علاقاتها للتملص من مسؤولياتها في مسائل حقوق الإنسان. ويشير المشاركون في المؤتمر إلى أن الصين تعمل على تغيير النظام الدولي وتقترح نفسها لدول جنوب الكوكب بديلا للولايات المتحدة وحلفائها باستخدام الاقتصاد من جهة وانتقاد المبادئ والسياسات الغربية في العالم من جهة أخرى من خلال الكثير من المبادرات والمواقف لحل أزمات مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها. بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها تبقى مسائل القيم والمبادئ المتعلقة بالمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد منطلقا رئيسا للتعاطي مع كل أزمات جنوب الكوكب. والأرقام عن ذلك تتحدث عن تفوق أمريكي كبير ومستمر من حيث العطاء والمنح للهيئات الدولية والإنسانية والدول لمعالجة الأزمات مقارنة مع الصين. خالد بن طويل، الحرة، واشنطن.